جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة بعث بها بل بعثت بها إحدى الأخوات، تقول أم ياسين من مكة المكرمة تسأل وتقول: هل الأرواح السابقة التي توفيت من فترة ثم لحقتها باقي الأرواح، هل تخبرها بحال أهل الدنيا وما خلفته الأرواح السابقة بعد وفاتها؟ جزاكم الله خيرا. الكلام في أمور الأرواح وأمور الأموات هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن ورد أن الميت إذا مات أن الأموات الذين سبقوه يسألونه ما فعل فلان وما فعل فلان، ويحفون به ويسألونه كما يسأل الغائب في الدنيا إذا قدم من سفر. ورد شيء من هذا، الله أعلم. نعم.